هلا وغلا، جبنا لكم اليوم 5 العاب تقدر تنهيها من غير ما تقتل ولا احد فيها. وقبل ما نبدا لا تنسون ازر لايك واشترك في القناه، والحين خلونا نبدا. اول لعبه معنا هي لعبه اندرتيل، وهي لعبه ار بي جي من مطور واحد فقط، وتميزت بقصه عميقه وشخصيات تنحب واسلوب لعب مميز فيها، بحيث كان اسلوب فيها استكشاف وقتال تبادل ادوار، لكن من غير استخدام اي اسلحه. كان كل يصير هو مربع في الوسط وعليه قلب صغير، وانت تحرك هذا القلب بحيث ما تضربك العوائق الموجوده داخل المربع. الفكره تبدو بسيطه لكن في عمق كثير، بحيث تتغير العوائق اللي تكون داخل المربع، وحتى الفيزيائيه اللي فيه تتغير بحيث يصير القلب لونه ازرق ويخليك تقفز فوق العوائق، وفي عوائق لازم تكون ثابت في محلك عشان تعديها. وميزه اللعبه ان فيها خاصيه الكلام مع الاعداء، ومن خلال الكلام تقدر تعرف نقطة ضعف العدو وتستخدمها، وإذا استخدمتها راح تقدر تختار أنك ترحم العدو وتتركه، وبكذا تكون تقدمت في اللعب من غير الحاجة لقتل أي أحد. وحتى مستواك ما راح يزيد على المستوى الأول، حتى الزعماء تقدر تهزمهم من غير الحاجة لقتلهم وتنهي اللعبة بالكامل من غير الحاجة لقتل أي أحد فيها. ثانية لعبة معنا هي لعبة Metal Gear Solid 4. هي من اسمها الجزء الرابع في السلسلة العريقة، وأيضا تعتبر الجزء اللي ختمت القصة الأصلية للسلسلة وجاوبت على كل أسئلة والغموض اللي كان فيها. والجمهور انقسموا لقسمين، قسم حبوها وقسم انتقدوها، والسبب هو أن اللعبة كان فيها مشاهد سينمائية كثيرة وطويلة جدا، أكثر من مدة الجيم بلاي اللي فيها، خصوصا النهاية كانت مدتها فوق الساعة. ومع أن اللعبة كان فيها أسلحة كثيرة قاتلة متطورة ومتنوعة، إلا أنك تقدر تنهيها من غير الحاجة لقتل أي أحد باستخدام مسدس التنويم. مثل جير سوليد 4 هو يعتبر الجزء الوحيد في السلسلة اللي يمكنك انك تفوز على الزعماء من غير قتلهم، وعشان وجود طاقة الستامينا لونها ازرق تتأثر بضربات مسدس المخدر فقط، واذا صارت الطاقة صفر ينهزم العدو من غير قتله. وايضا راح يكون في مشهد اضافي لكيفية انهزام الزعيم من غير قتله. اللعبة راح تكافئك على عدم قتلك الزعماء بإعطائك ادوات نادرة. ثالث لعبة معنا هي لعبة Watch Dogs 2. هي الجزء الثاني من لعبة Watch Dogs، وفكرتها انك تكون احد افراد منظمة تهكير ضد النظام الظالم، وتستخدم ادوات كثيرة لتهكير الكاميرات والكل شيء الكتروني في اللعبة، وايضا تقدر تهكر جوالات الناس وتسرق منهم فلوس او تقرأ رسائلهم الخاصة، وهذا طبعا بيفيدك في اداء المهمات المختلفة في اللعبة، وتقدر تنهي اللعبة كاملة من غير الحاجة لقتل اي احد فيها باستخدام المسدس الصاعق الكهربائي، واللي راح يصعق الاعداء ويخليهم يفقدون الوعي، وحتى الزعماء في اللعبة تنهيها كاملة من غير الحاجة لقتل اي شخص فيها. رابع لعبة معنا هي لعبة Perfect Dark. هي لعبة تصويب منظور اول من رير، صدرت على جهاز النينتندو 64 وكانت سابقة وقتها. فكرتها انك راح تلعب شخصية جاسوسة اسمها جوانا دارك، وتحاول انك تكتشف غموض منظمة شريرة. وميزة اللعبة ان في اسلحة كثيرة متنوعة، وكل سلاح كان في خاصية ثانوية تغير من استخدامه. مثلا الشوتجن يتحول الى قاذف قنابل، والميز ايضا في نظام اللعبة انك تقدر تعزل الاسلحة عن كل عدو في اللعبة، وحتى الزعماء ايضا، وتفوز عليهم بطرحهم ارضا وافقادهم الوعي. يعني تقدر تنهي اللعبة كاملة من اولها الى اخرها من غير الحاجة لقتل اي عدو في اللعبة. وخامس لعبة معانا هي لعبة Deus Ex Human Revolution. هي لعبة منظور أول ومغامرات من Square Enix، وهي مبنية على سلسلة قديمة بنفس الاسم. فكرتها تلعب شخصية حارس شخصي في شركة خاصة، ويحاول إطاحة بمنظمة شريرة. واللي يميز اللعبة إنه كان فيها عالم شبه مفتوح، وتقدر تروح أماكن كثيرة فيها، وأيضا تقدر تستخدم التهكير في اللعبة بحيث تتسلل في أماكن تكون مقفلة وتساعدك إنك تستكشف فيها، وأيضا تقدر انك تنهي مهمات باكثر من طريقه متنوعه. واللعبه في القدرات الخاصه فيها يكون في قسم خاص لهزيمه الاعداء من غير قتلهم باستخدام التسلل من الخلف والخنق او الضرب من الامام وافقاد الوعي. وهذه كانت الخمس العاب اللي تقدر تنهيها من غير انك تقتل ولا شخص فيها، حتى الزعماء ايضا. عطونا رايكم في الحلقه، واذا عندكم العاب ثانيه تعرفونها اكتبوا تحت التعليقات. كما فهد الشيحه، يعطيكم العافيه ومع السلامه.